الكراسي بتنزل بقى، عايزين ننزل الكراسي النهارده. النهارده جمعه فضيله، الرومي جعان. له وجبه ممتازه النهارده. بص الدكر ده بقى جميل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وفين الدكر؟ اقول في الارض. الريش، الريش، شوف الريش سبحان الله بالوان الطيف. ريش ملون. بس انه اكبر ده ولا التاني؟ الدكر اللي هناك؟ لا اللي هناك. الحجم. لا التاني. التاني صح؟ ده هسيبه برضه. بس اقول لك على حاجه، النتات هنا حجمهم اكبر من التنات، النتات التانيين ولا نفس الحاجه؟ نفس الحاجه. لا زيهم نفس الحاجه. بسم الله ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله عليك، على جمالك. تعال. يا ساعة. جو بارد. عزلت انت الحمامة هنا يعني. احسن عشان السمان بيضرب. تاخد الفيتامينات بتاعتها وبتاخد مغذياتها وترجع على الذكر بعد 5 ايام. احسن كويس انك نسيت. ايه ده النور؟ عند ايه يا فلولون؟ فلفوله يا فلفول؟ تعالى الحق فلونه، هي ركسو حبيبتك. انتوا جعانين صح؟ هات لهم ورقة خاص. النهارده نجيب لهم وجبة خضار حلوة. هات لهم ورقة خاص ياكلوها. طب أنا عندي فكرة جميلة. تعالى بقى كده. قولي لي قولي لي قولي لي كل دول جعانين. قولي دول جعانين. كل دول بقى جعانين، هنجيب لهم شوية خضار. شكلهم كده عايز خضار. ايه تاني بس بصوت أعلى وفي الناس أكتر. معلش. قوليها تاني عشان نبدا الفيديو من اول هنا. يلا انا لحد دلوقتي في خلف الكواليس اصلا، لحد دلوقتي في خلف الكواليس وهعيد تاني الفيديو بتاعنا لوحده. كل ده خلف الكواليس. طيب كل دول جعانين صح؟ اه. لونا ما لونش عليا ان تبقى جعانه ابدا. يا انت حسيت عفرتها تلاقي فيك شقاوه يعني، هكون مش عارف امسكها ولا لا. يلا على السرعه. ريكسو الحق ريكسو في لون عام معانا. ايوه شوف واقفه على رجله ازاي. لا 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 هيبقى لي بدون. لا 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 تراجعت في الفكره. واقفه على رجله ازاي؟ واقفه على رجله. ريكسو بلاك اهو. الحق ريكوس يا اختي. ولا انت بتجيبه لنفسك بقى؟ انت غاوي شكل. عايز اكنس الارانب. الزود الاساسي. يلا بينا. انت بتاكل ايه؟ خد جزر هاي. استنى 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 كده. الجو على فكرة احتمال النهاردة يبقى فيه أمطار. فيه غيوم جامد. ثواني يا محمد الرحمن كده جاي. فين ركوس؟ تعال محمد الإدارة على زر الوزن.
وزي ما قلنا قبل كده استنى كل يا ريكسو تعالى كده يا ريكسو بتعمل ايه؟ ريكسو بياكل خضار بتعدل بطنك ماشي تعال تعال يا ركوسه يلا انزل يلا يلا انزل يلا الحق يا بابا الصندوق اتبهدل الصندوق اتبهدل اطلع اطلع يا مؤذ اطلع يا مؤذ انا يا نهارك يا اختي يا اختي انزل يا لهوي انزل انزل يا مجر انزل يا ولا انزل يا ولا انزل يخرب بيت شكلك انزل 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 سيبهولي انا بقى كده شوف 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 الاجرام وتنح تنح يلا امشي اطلع بره اطلع بره انا عندي اهو امشي امشي يا كلبه نرجع تاني عشان نجمع السبان رح تعمل ايه يا خروبي رح تعمل ايه تخرب ايه تاني هو شم بريحه حاجه لا 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 انزل انزل انت هو في عرسه اكيد عدت من هنا شوفوا ماشي بيشم الحيطه المطرح ما عدت فعلا انزل يا ريكس خلاص كده احنا فهمنا ان في عرسه عدت من هنا يلا انزل هتبهدل الدنيا يا ولا انزل يا ولا ريكس امسك الحقني يا بابا الحقني الحقني هيبهدل الدنيا يخرب بيت شكلك انزل لا ده احنا هنقفل على الناحيه بتاعت الزرع دي خالص انزل اللي ما اقدرش اقفل على هو بيطفش العصافير انزل اهو طفش العصافير ولا هيطفش الزرع كله يا اختي الحق يا لهوي الحق الحق ريكس انزل تعالوا انزل انزل عندي انزل تعالوا شوف 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 شو هيهرب منك يروح الناحيه الثانيه يا دي الوقعه يا لهوي يا دهوتي عدى على الصناديق كلها لا 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 يا نهار ابيض يعني يا بابا شيله يا بابا شيل ماشي خلي بقى يكمل المسيره كمل المسيره ده قاعد روح يا امك صورة. انزل صوره انزل استغفر الله دمر الزرع شوف 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 سمع صوت الكلب هو هيتهبل على الكلب اللي في الشارع وريني كده الكلب اللي شاغل دماغك ده وريني فين